من أجل توفير بيئة أكثر أماناً على شبكة الإنترنت والتوعية بضرورة الاستخدام المسؤول للإنترنت، يحتفل العالم في 8 فبراير باليوم العالمي للإنترنت الآمن، وهو تقليد سنوي بدأ منذ عام 2004 كمبادرة من الاتحاد الأوروبي وشبكة إنسيف في الدول الأوروبية. وفي عام 2009 تم تشكيل لجان لليوم العالمي للإنترنت الآمن داخل الدول لتقوية الروابط فيما بينها وتعزيز التعاون في القضايا المتعلقة بالأمان والسلامة على الإنترنت. وبمرور الوقت تخطى الاحتفال حدود أوروبا وأصبح الاحتفال به في معظم دول العالم. يهدف الاحتفال بهذا اليوم من كل عام لتعزيز الاستخدام الآمن والإيجابي للتكنولوجيا الرقمية ورفع الوعي بقضايا السلامة على الإنترنت والمساعدة في تعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول والإيجابي للتكنولوجيا الرقمية. ويعد الاحتفال بهذا اليوم فرصة لتسليط الضوء على الاستخدامات الإيجابية للتكنولوجيا واستكشاف الدور الذي يمكن أن يقوم به الجميع من أجل المساعدة في خلق مجتمع إنترنت أفضل وأكثر أماناً.